لو انت عندك ايباد والايباد ده انت مش عارف تستغله ازاي، طبعا ده شكل الايباد القديم، طبعا ده الاصدار الاي او اس بتاعه 9.3.5 او 9.5.3 حاجه زي كده، لكن الايباد ده قديم جدا جدا، يعني التحديث بتاعه وقف وانت مش عارف تنزل عليه اي تطبيق خالص. ففي الفيديو ده انا هعلمك ازاي تقدر تنزل تطبيقات على الايباد القديم ده، سواء انت كنت عايز تخليه لطفلك زي يعني زي ما انت شايف كده، ده الايباد عليه العاب للاطفال، تمام؟ حاول توضح كده الصوره، تمام؟ وبرضه في العاب للاطفال فوق هنا، وكمان في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا زي الفيسبوك والماسنجر والانستجرام وكل حاجه انت محتاجها. طبعا كل ده على الايباد القديم. هنعرف مع بعض كده ازاي تقدر تنزل تطبيقات على الايباد بعد ما وقف التحديث عليه. يلا بينا كده نبدا الشرح، لكن في الاول ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا كده نبدا الفيديو. بص بقى حضرتك، المشكلة انك عشان تيجي تنزل تطبيق، يعني مثلا على سبيل المثال انا انزل تطبيق كاب كات وبعمل حاجة اسمها جيت ات، وبعد كده هنا انستول اللي هو تثبيت، بيقول هنا تعذر شراء اللي هو كاب كات غير متوافق مع الايباد. خلي بالك بقى عشان نحل المشكلة دي انت محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج تنزل تطبيقات، سواء بقى كان التطبيقات او بتستخدم انت التاب او الايباد هنا علشان طفلك، او بتستخدمه عشان ابنك، او بتستخدمه ليك انت شخصيا. طيب دلوقتي انت زي ما انت شايف انا عندي طفل، الاطفال تقدر تنزل لهم كل الالعاب زي ما انت شايف قدامك كده. طبعا الايباد ده القديم، الاصدار القديم زي ما انت شايف ده كده، الاصدار القديم للايباد. انا هحاول اوضح لك شكله، بس اكيد كلنا عندنا الايباد القديم ده، وطبعا مركون محدش بيستخدمه خالص او هو ملوش اي عوزه. لكن دلوقتي انت علشان تقدر تستخدمه وتشغله من جديد هتقدر تعمل الخطوات اللي انا هقول لك عليها بالظبط. يعني زي ما انت شايف انا منزل الالعاب على الايباد، وعندي كمان هنا اللعبه. طيب دلوقتي انت محتاج تنزل مواقع التواصل الاجتماعي في الايباد ده، سواء كان جوجل، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، حتى كمان انغامي، عندي تويتر، عندي لينكد ان، يوتيوب، عندي تليجرام، وعندي كمان ماسنجر. طيب دلوقتي انت محتاج تنزل المنصات دي، مفروض عليا ان انا اعمل ايه؟ الحل كله والفكره كلها انك بتروح عندك على ضبط الاعدادات وبتنزل اي كلاود قديم، يعني بتشوف اي كلاود قديم، يعني تاخد من الايفون ده بركب الاي كلاود هنا، بس بتدخل اي كلاود هنا زي ما انت شايف على الايتون ستور، وبتعمل تسجيل دخول وبتعمل دخول بالاي كلاود. طيب دلوقتي عملت تسجيل دخول، يعني بتحط الاي كلاود بتاع التليفون ده هنا. طيب بعد كده انت بتعمل ايه؟ بتروح عندك على الاب ستور زي ما انت شايف كده، وبعد كده بتختار عندك على الدفع اللي هي جنب اكسبلور اللي هي دي، بتضغط عليها ضغطه، وبتضغط عندك على ساين ان، وبتدخل الاي كلاود بتاع التليفون ده. هننقل كده الاي كلاود من هنا لهنا. وزي ما انت شايف بعد ما نقلت الاي كلاود بدا يظهر لي كل الالعاب وكل التطبيقات اللي انا محتاجها. يعني مثلا انت محتاج تنزل اي تطبيق انت عاوزه هتقدر تنزله، بس الفكره كلها زي ما انت شايف هنا ده كل التطبيقات او تطبيقات الالعاب اللي موجوده اصلا في التاب. يعني انا نقلت الاي كلاود، كتبت الاي كلاود من هنا خليته هنا. خلي بالك بقى من حاجه مهمه جدا جدا، يعني مش كل التطبيقات هتنزل معاك، لكن التطبيقات المهمه اللي انت هتحتاجها هتنزل معاك. يعني مثلا الالعاب للاطفال، ممكن كمان انت تنزل تطبيقات ليك انت مهمة، ممكن تنزل تطبيقات مثلا بتنمي ذكاء الطفل او بتحسن ذكاء الطفل. عندي كمان العاب اللي هي العاب مثلا عندي هنا شطرنج، عندي لعبة توم وازاي تخنق جارك، وكمان عندي الوان، كل ده العاب للاطفال. طبعا للكبار ممكن تقدر تنزل تليجرام وتنزل فيسبوك عادي جدا. طب هل الالعاب دي والحاجات دي شغالة؟ اه شغالة. يعني مثلا ادى التليجرام، لما اجي افتح عندكم منصة التليجرام، طبعا هو ياخد معاك وقت عشان التاب بطيء، فانا لو سرعت الفيديو شويه هيفتح معاك زي ما انت شايف قدامك كده. هنا بتضغط عندك على ستارت مسج وهيبدا يفتح معاك التليجرام. طيب دلوقتي هتروح عندك على الفيسبوك، هنضغط عندنا ضغط على الفيسبوك وهننتظر شويه. طبعا زي ما انا قلت لك ممكن يكون التاب ياخد معاك وقت، لكن هيفتح معاك الفيسبوك. كذلك برضو الماسنجر، كذلك التيك توك، كذلك برضو السناب شات. يعني انت السناب شات احنا مش منزلينه، بس هنحاول ندور على سناب شات. هندور مع بعض كده على سناب شات وننزله عادي جدا، مش هيحصل فيه اي مشاكل. يعني انت لو لقيت السناب شات اهو مفيش مانع انك تقوم ضغط عليها ضغطه، تمام،
وتنتظر شوية لحد ما يظهر لك الرسالة، والرسالة بتقول لك هنا داونلود، تضغط عندك على كلمة داونلود وبعد كده بتلاقي التطبيق معاك بينزل. أظن كده فهمنا شرح الفكرة كلها، إزاي تقدر تشغل الآيباد بتاعك القديم. إن الفكرة كلها إنك تحط الآي كلاود من تليفون إصدار كويس على الآيباد، وعلى طول هينقل على حسب الإصدارات الخاصة بالآيباد ده، يعني التطبيقات هتنزل الإصدار الخاص بالتطبيق بالآيباد ده. وكده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب، مع السلامة.